وهلا هي الفقرة فقرة الألعاب. هلا في قدامكم لكل واحد قدامه صحن كرز فيه 5 كرزات، أنا ما حبيت أزود عليكم مشان ما يكون في صعوبة وتطولوا يعني، حطيت لكل واحد بس 5 كرزات. هلا بدك تحطوا إيديكم ورا ظهركم اثنين اثنين طبعا مشان ما الطاولة صغيرة ما تضايقكم، بتحطوا إيديكم ورا ظهركم وبدك تاكلوا الكرزات بدون ما تستخدموا إيديكم وتطالعوا الحبة اللي بقلبها تكبوها بالصحن. اتفقنا؟ رح نبلش عبد الرحيم ومحمد أول شيء، وقفوا على حيلكم. يلا بلشوا. بلشوا يلا. بلش صح يلا يلا يلا. صاحب هنا صاحب هنا. شجعوهم يلا. يلا عبد الرحيم. غلبك عجل عبد الرحيم. كمل كمل يلا كمل. يلا بسرعة في أمل في عجل. خلاص خالص 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 صف أولى لمحمد. إيه ولا ولا خلاص فاز مبينة. يلا برافو عبد الرحيم خسران. هلا الفائز محمد. توقفوا على حيلكم تنتقل انت على الزاويه هذاك على الزاويه بيجي يزن واسراء. يلا دير وحيد. يلا وهلا هلا المسابقه بين ام لطفي وابو الورد اسراء ويزن. يلا 1 2 3 يزن. يلا يلا يزن شجعوه يلا شجعوه. لا لا خسر. لا لا خليه يكمل. يا اسرع روح يا اسرع. برافو ثلاثة ثلاثة كمل بسرعة خلونا نشوف. اسرع اسرع شجعوها شجعوها. ابو الورد ابو الورد يا ابو الورد. خالص خالص يزن روح خالص خالص امك. وقف على حيلك كف لاسراء. يلا برافو. هلا اللي فازت اسراء ابو الورد خسر. يلا ابو عبده وام الورد. يلا وهلا دور ابو عبده وام الورد وحيد وعائشه. يلا واحد حطوا ايديكم ورا ظهركم شجعوهم. 1 2 3 شجعوا. جلس لها شعره لعائشه يزن. لا ما تحط بايدك. لا تشر قرب هيك. لا تشر اول شيء يعطيه محرميه. ما تستخدم ايدك بخسرك بعدين. ايوه خليكم هيك. الوحيد الوحيد عم يطلع اذا بده يخسر. الهم اقسم بالله ما توقعت عائشه تكون. يلا يلا بسرعه عائشه برافو. يلا عائشه بس بشوف 5 قلوب. عائشه كمل كمل. شيل محرمه مسح وحيد. لا مسح. برافو عليك. كف لعائشه كف لعائشه هي ربحت. والله توقعت انا قلت انه ما راح احط وحيد انه راح يفوز. لا يا ابو عبدو عادي خسرتك. يلا لا توصل. هلا مين فاز عبد الرحيم ومين اول شيء لعب؟ عبد الرحيم ومحمد. اللي فاز محمد صف اوله. يلا وبعدين لعب يزن واسراء. مين اللي كسب؟ اسراء. شجعوها يلا كيف لاسراء. واخر شيء لعب وحيد وعائشة. مين اللي كسب؟ عائشة. كيف لعائشة يلا. هلا جهزوا حالكم للعبة الجديدة اللي بعد هاي. خطيرة؟ يا رب. لا ما خطيرة بسيطة يلا. خطيرة. التحدي الجاي. وهلا هاي الفقرة فقرة الطحين، لعبة الطحين، بتعرفوها أكيد. هلا بدي احط ليرتين بكل صحن ليره في طحين. طبعا بدك تحطوا ايديكم ورا ظهركم وتطالعوا الليره بشو بتمكن. ما بدي تعملوا تحط انفكم بالطحين تجوا ايدي نفسكم اوكم ماشي. بس بتحاول بتمك تمد تمك تطالع بسنينك لليره. تمام. هلا الجوله الاولى رح يلعب ابو عبده وابو الورد. تمام يلا. هلا حطينا الليرتين. واحد هي ما في توقيت زمني لانه اللي بيطالع الليره بيطالع خلاص بيكسب.
واحد اثنين ثلاثة. لا بتمك شيل ايدك. لا بتمك يلا بتمك. برافو واقف برافو. خلاص كسب وحيد. خلاص روح غسله. هدوء هدوء حط ايدك على تمك. روحوا غسلوا يلا روحوا. يلا يلا ابو يلا عود. فاز وحيد وخسر يزن صح؟ ايه. هلا الجولة الثانية مع مين؟ مع محمد وابو لطفي. يلا واحد حطوا ايديكم ورا ظهركم. اثنين ثلاثة. لينا لا تفضصوا حالكم شوي شوي. خلي يبين وجهكم مشان نشوف اذا. إذا أنتوا أذكياء تستخدموا لسانكم تدوروا عليها. فرجوني وجهكم ارفعوا طلعوا فيني. أيوة كملوا. مسموح تمسك إيدك بالصحن الصحن بإيدك بس ما بصير. طلعتها؟ طحين ولا الليرة؟ طحين. بلسانك خلص الوقت. التقيت ولا لا؟ لا. بتمك 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 ما بيصير. وينها؟ بنت انا. حركه بلسانك بلسانك. عم طلع الحف. ستوب وقفوا طلعوا فيني طلعوا فيني. وقفوا طلعوا فيني طلعوا فيني وقفوا. خليك خليك شوي خليك زومي عبد الرحيم. طلع فيني عبد الرحيم طلعوا فيني. ايوه هلا خسرتوا خليكم خليكم خسرتوا. كف للشباب شجعوهم خسروا. خليكم خسرتوا خسرتوا راح الوقت. بس خلص طب معكم اخر فرصة 30 ثانية كملوا. انا شايف عبد الرحيم هنيك هنيك مبينة مبينة. لك عندك ايوه ليك ليك مبينة. لا لا عم طيبكم. يلا صارت عجين صارت عجين. ده يلا خفونا صارت خبيز خبزة عجينة شو اسمها. ما طلعت معكم؟ مسموح تشيل من تمك هذا الوسخ حطوهن الوسخ. طلع برافو فرجينا خلينا ناخذ كلمة عبد الرحيم. كف لعبد الرحيم كف. خالص خالص محمد صرت محمد. عدو 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 شوي شوي خربتوا الدنيا. وهلا بعد ما خلصنا تحدي بين محمد وعبد الرحيم دور اسراء وعائشه. هي ما لها علاقه كبير وصغير لانه هي موضوع سرعه. يلا واحد اثنين ثلاثه شجعوهم يلا. اسراء اسراء اسراء. خلصتي الله يبارك ما شاء الله. عزت برافو كيف ايش السرعة الرهيبة. ليش انتو ضليتوا ساعة يا استاذ؟ انتو خمينة. لا حاز نفس الشيء طحين. انا بسرعة بس اعمل مكدياتو. انا والله توقعت معي هذا. انا رأيته بس المشكلة ما رأيته انت لازم مستخدمين لسان متجلسها بلسانك للا وتمسكها بالسنين بعدين. على على بحبسة عشان احسن من مكدياتو. وبعد ما خلصنا فقرة الطحين ولسه لهلأ كنزة وحيد فيها طحين ما منظفها وإسراء وعائشة غسلوا وجوههم وعبد الرحيم لسه عم يسعل والأمور ديلوكس. هلأ في لعبة أخيرة اثنين بس هن اللي بده يلعبوها لأنه بصراحة ما عندي غير قرنين موز بيني وبينكم ما في كتير. ماشي ايه هلأ اللي بيفوز بيتسابق مع زميله مين بياكل قرن الموز أسرع. اتفقنا؟ في لعبة اسمها شو؟ وقفوا على حيلكم اعملوها. بس هدول ما بيعرفوها. تعلم. وقفوا مع بعض، قربوا على بعض. يلا، قول يا محمد. هلا بدنا نعمل هيك، إذا بتجي هيك، إذا ما بتقدر تعمل هيك. يعني على الجيد أو على القفا يلا. بيطلع. يلا قول يلا، واحد اثنين ثلاثة. كومبانيس. خليكم.
استنى هلا انا طلعت محمد انت خسرت؟ لا انا طلعت هلا بدي اسال كسبت يعني؟ ايه طيب يلا واحد ثاني بنعمل يلا اولى كومبان يس كومبان يس هلا وحيد طلع يعني وحيد وانت؟ ايه هلا معناتها مسابقة الموز بين وحيد ومحمد اتفقنا؟ اتفقنا يلا كف سمعونا كف ازيع طبعا جبنا الموزتين اللي ما عندي غيرهم هلا بالبراد ايوه هلا التحدي بين وحيد ومحمد ماشي طيب بتستخدموا ايديكم طبيعي ما في مشكله يعني اللي بياكلها وبيبلعها وبيحط القشر بالصحن بيفوز ما بدي تغلبوا حالكم تختنقوا مشان اللعبه عادي بتاكلوا طبيعي واحد اثنين ثلاثه شجعوهم يلا محمد لا تاكل بكابرية عجل لحق يلا كلا 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 شوشة راح يبكي راح يبكي شوشة لها بعدين لها بعدين لها بعدين شوي شوي لا تختنقوا مهلكون بس بسرعة شوي عجل أكلوا لي الموز يلا يلا عملك ها يلا كول الببلع عمها الكون اللي بيبلع شجعوهم كيف واحد واحد محمد يلا لا تبلع لا تبلع على الأخير هدي عملك عملك خسرت هدي هدي عملك كل عملك خسرت هدي كمل خلصتها فاز محمد خلص يلا كفله محمد يلا طيب خلص هو الربح هو هي وهيك راح اسوق انا عرفت لك كذا حفله يا بس هدوا هدوا ما هيك يلا هو لانه اللي ربح بهي شو اسمها اللعبه كومبانيس مدري شو وهلا هي اللعبه لعبه البوالين سهله سهله كثير شيل شو هذا وهلا هي اللعبه لعبه البوالين ولا شيء ولا في اسهل منها بس مين بينفخها لأقصى حد بأسرع وقت أنا راح أعطيكم دقيقة واحدة بدي أعير الساعة دقيقة واحدة مين بتكون البالونة عنده أكبر بهي الدقيقة هو اللي بيفوز سهلة اتفقنا؟ اتفقنا يلا راح نبلش هالمرة بدي أغير عن لعبة الكرز راح بلش أبو عبدو وأبو الورد كل واحد يختار بالونة يلا لا أنت أنا أزرق يلا بس لعب بتبلشوا بعد ما تنفخوها قول ستوب بتمسكوها بس فشت انتو خسرانين ما دخلني يعني تنفخك وجاء تمسكوها ما تفش بعد ما تنفخوها قول ستوب بتمسكوها وما تفش معكم بس قلتلكم بلش واحد اثنين ثلاثة كمل كمل يلا معك وقت روح ستوب 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 عم تضحكون والله بنعطيه فرصة ثانية لأبو عبدو لأنه عم تضحكوا يلا معلش يمكن عندي واحد لا تضحك لأنه بس أضحك هو الضحك الضحك السبب يلا واحد اثنين ثلاثة ما دخلني لسه فيه وقف ستوب وقف امسكها وقف امسكها حطوها هيك على صراحه الفائز يزن كفله يزن لا اكبر منك شوي يا ابو عبدو اكثر منك بشوي بس انت انت بتاخذ جائزه طرديه الجائزه الثانيه تمام اول شيء انا خلص هلا الفقره الاولى يلا وقفوها ما تستخدموا نفس اللي استخدموه مشان تنكون هات كلها هي لكم بدك تشجعوا الاثنين بالعدل يلا واحد اثنين لا جهزوا حطوه على تمكن واحد اثنين ثلاثة يا عبد الله 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 ي
وقفوا 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 لا كملوا كملوا وقف وقف محمد حاج وقف وقف عبد الرحيم وقفوا جنب بعض في... ما لازم غش شوف ولا غش لا ما غش ما غش والله ما لازم غش اثنيناتكم يعني قريب من بعض ايش غش يعني جاب من فقنا خيو الكسبان محمد كفله محمد عبد الرحيم انت بس جائزتك انك تاخذ بالونه هديه يلا هلا مين ضل اسراء وعائشه اسراء وعائشه وقفوا ستوب باعتبار عائشه واسراء في فرق بيناتهم بالعمر في ظلم يعني رح نخلي اسراء تنفخ البالونه لحالها وعائشه لحالها وحسب التوقيت مين بيخلص قبل ماشي اعطيها مثلا 30 ثانيه ايه شو 30 ثانيه مين بس يا عبد الرحيم هلا اسراء وعائشه كل وحده لحالها بدها تنفخ البالونه راح اعطيكم 30 ثانيه ب 30 ثانيه مين بالونته بتكون اكبر هو اللي بيفوز لانه انت اكبر منها ما بصير اعملك نفس المعامله عدوا بالنص وسعوا له يا حرام يلا هلا راح بلش مع اسراء شيلي بالونتك يلا 1 2 3 هدي هدي شوي حاج 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 على 20 ثانية حاج خليكي مسك لي اياه واذا بتفش ما دخلني يلا عائشة على 20 ثانية نلحق شيلي 1 2 3 كملي كملي اشجعوها يلا عائشة 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 كملي كملي عائشة 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 كفلة عائشة خسرانة خلاص برافو عليك يلا برافو يلا معلش حطوا البوالين كل واحد يحفظ اي له والله غش غش انا هيك غش اللي ربح بمسابقة البالونات مين؟ يرفعوا ايد يزن واسراء ومحمد كيف؟ هلا هلا راح هلا بدي اعمل مسابقة نهائية ثلاث اشخاص اللي فازوا منكم راح يتحدوا مع بعض خلال دقيقة مين بينفخ البالونة اكبر يرفع ايده اللي فاز يلا اسراء لا انزلي انت محمد واسراء ويزن عائشة بدلي مع محمد اقعد محله يلا واحد جهزوا حالكم 1 رح أعطيكم 30 ثانية لأنه دقيقة كتير 1 2 3 استوب وقفوا جنب بعض محمد واسراء روح يا زنت خسران عملوهم هيك بالطول خلينا نشوفهم بالطول جنب بعض علي علي ايديكي تعادل فش البالونات بدي اتحدى نعيد معكم انتم بعشر ثواني فقط عادي يلا هلا بدنا نحسم يزن خسير يسر يزن خسير هلا المسابقه بين اسراء ومحمد يلا. 1 2 لا قول 3 استنوا شجعوهم هذا الصف قولهم 3 اسراء 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 ستوب ستوب محمد كفله محمد ممتاز بكله ربح خلاص في عنده نفس ما شاء الله عليه معناته الرابح بهي المسابقة مين؟ محمد. وهلأ يا شباب يا حلوين لعبة البندورة والملعقة شو بتكون تساوي؟ طبعا هي لازم تحطوا بيض بس أنا ليش حطيت بندورة؟ مشان ما توقعوا تنكسر توصول الدنيا لا بتكون تشيلوا المعلقة بتمكن وتحطوا فيها حبة البندورة وتروحوا روحة رجعة 10 مرات اللي بتوقع من تمه البندورة شو بيصير فيه؟ بيخسر جهزوا حالكم 3
بهدوء، هي ما بدها سرعة، ما بدها سرعة. سبيت يلا وراء دور. شجعوهن يلا. انت عدل اسرع. ثلاثة اربعة هدي شوي هدي شوي. خسرت؟ كف لأسراء. خسر محمد. يلا برافو. هلا اللي كسب إسراء عدوا ارتاحوا. هلا الدور الثاني رح يكون مين منقول؟ عبد الرحيم ويزن. وقفوا حيلكم. واحد اثنين ثلاثة. هاي واحد عبد الرحيم. انت عد لي يزن. نزل ايدك يزن، نزل. ثلاثة أربعة عبد الرحيم ما بتوصل للأخير. يلا خمسة خمسة للعشرة بيفوز العشرة. ستة ستة. حرك ايديك من ورا ظهرك يزن معلش. نزل. ايوه خسر. علمي علمي. يلا كف لعبد الرحيم. هلا اللي خسر مين؟ يزن. واللي فاز عبد الرحيم. كف لعبد الرحيم. معلش. هلا التحدي الاخير بين ام الورد وابو عبده. يلا وقفوا على حيلكم. تحدي بين ام الورد وابو عبده. يلا تفضلوا عملكم. حطوها. واحد سبتوها منيح، سبتوها منيح تمكن. واحد اثنين ثلاثه روحوا. معلش معلش. واحد اثنين سبتيه عائشه سبتيه. كملوا كملوا للاخير. خالص. كفلة وحيد. فاز وحيد. هلأ هي الفقرة طلب عبد الرحيم مني وأنا كرماله رح أعملها، مع أنه أنا سبق وعملتها بالتحدي القديم. تحدي الصبر على شو؟ النفس. من 8 إلى 2 ها بدها تكون. 1 2 خدوا شهيق لفوق. 3 هدوء صمت مطبق. يلا محمد يلا محمد. راقبوا عبد الرحيم عم شوفك. عبد الرحيم فلت. اش لا اش لا اش لا ايه تعمل اش لا عبد الرحيم. لا عبد الرحيم لا. معقول ما بتنفسوا ابو حسن؟ نظامي لحد هلا. مين اختنا؟ معقول هلا ما عم تتنفسوا؟ اسراء ماتت. اسراء عبد الرحيم عم يتنفس. عبد الرحيم خسر. يلا بدي حلفكم على القرآن ما في كذب. والله عم تتنفس. يلا عم تتنفس؟ والله محمد لا تكذب. حتى زلمة لا لا اي خلص معناتها كمان ربح محمد. بواحد تنفسوا. اثنين ثلاثة. من عيدة من عيدة. يلا من عيدة. واحد واحد اثنين خذ نفس. ثلاثة. ما في حسين وحيد ما في حسين ياخذ مظبوط. خلاص يزن يزن كفلة يزن ما دخلني. طيب ضحكني. طيب خلاص ضحكك ما دخلني أنا. طيب هو تحدي. وإن شاء الله يكون عجبناكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتابعونا بالجزء الثاني مسلسل أبو الورد. وكنتم حطوا لايك واستنونا. باي. حكوا لايك. حكوا لايك. أصدق. يلا أصدق طول حطوا لك. يلا
يلا حكوا لايك. عيب على حالي والله، عيب على حالي.